Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment écrire, comment rédiger une demande d'autorisation. Je vous conseille de la lettre, de la demande d'autorisation. Tariqa, c'est là. On ne va pas entrer dans les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, je vais vous montrer comment des expressions. Je vais vous montrer comment vous avez copier-coller. Vous avez dans toutes les demandes, dans toutes les lettres administratives. Vous avez fait le sujet. 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 Vous avez fait la forme de la lettre conventionnelle, شكل الرسالة الإدارية. 2. Les expressions à prendre par cœur, واحد العبارة خاصك تحفظ عن ظهر قلب. كوبيي كولي. ما كتعنيش خاصك تنقلها. نقلها من عقلك يعني احفظها في عقلك. ماشي كوبيي تنقلها من شي حاجة أخرى. 3. بعض الأهداف ديال الأحداث. أهداف كيتعاود. أوبجيكتيف. شنو هو الهدف من الحدث؟ علاش أنا غنكتب هذه الرسالة؟ وشنو هو الهدف من الحدث اللي غادي ننظم؟ غادي نشوفوا لو سوجي. الموضوع غادي يعطوكم بحالو او مواضيع قريبه مواضيع قريبه دونك 5 غادي نعطيكم واحد ليكزامبل ديال واحد لا لاتر واحد لا لاتر مختصره تري تري كورت اون فا اليسونسييل كنمشيو للمهم بلا ما ندخل في التفاصيل انسان الى كتب هذا الشيء وحفظو غادي يجيب عندكم سور 8 على 8 غتجيب بين ديك 5 5 اما الى زدتي لي ديتاي في اطار كذا ستجدون رفقته انا راه هنا اشارتكم هذيك غتجيب شي 7 ولا 7 ونص ولا 8 المهم هو نجيب لا موين ديالي دونك essayez de suivre avec attention pour bien écrire une lettre une demande d'autorisation bien maintenant on va voir la forme شكل الرساله الاداريه la forme دونك على اليمين en haut à droite المكان والتاريخ المكان والتاريخ à gauche معلومات عن المرسل سمية والكنية او الصفة ديالو واش هو نائب ممثل هاد النادي واش هو النادي كامل دونك اغوش ادروات عندك معلومات على المستقبل الى السيد المدير كذا وكذا عندكم مسيو لو ديريكتور مدام لا ديريكتريس لا فورمول دابيل بيان لا فورمول داتاك الوسط عندكم لو كور دو لا لتر جسد الرسالة في الاخير عندكم لا فورمول فينال هذه كتحفظ كوبي كولي دون لاتون في انتظار رد ايجابي تقبل فائق الاحترام وتقصى تحفظ كوبي كولي في الاخير عندك لا سيناتور لا سينيا بالنسبه للموضوع يمكن يقول لك انت كتب يعني غتكتب سميتك وكنيتك او كيقول لك النادي البيئي غتكتب النادي البيئي العنوان ديال الكوليج العنوان ديال الكوليج الا قال لك النادي البيئي قرر كذا وكذا اكتب الرساله غادي النادي البيئي قال لك ما في اطار كذا الهدف كذا اكتب اكتب سميتك وكنيتك فوتر برينو اي فوتر نو بيان ما تعطيك بعض العبارات اللي خاصهم تحفظوا اكسبرسيون ابروندر J'ai l'honneur de solliciter votre autorisation pour يشرفوني ان اكتب اليكم لاطلب منكم الاذن بكذا او الا كان جماعه نتوما النادي كامل nous avons l'honneur دونك j'ai l'honneur ملي كتكلم على راسك بوحدك nous avons l'honneur ملي كتكلم جماعه كتقول ثاني j'ai le grand plaisir de يسرني ان اكتب اليكم او nous avons le plaisir de دونك j'ai le plaisir de إلا كنتي انت اللي غتكتب بوحدك سميتك كنيتك او النادي كامل كتقول يسرنا nous avons le grand plaisir de demander votre permission de نطلب اذنكم بفعل كذا نطلب l'autorisation بفعل كذا اما الاخير خاصك تحفظ كوبي كول هاد جوج خاصهم تحفظو dans l'attente d'une réponse favorable veuillez agréer monsieur madame monsieur madame l'expression de mes sentiments distingués إلا كنت انا اللي كنتكلم غنقول مي كنقولوا اسمع عبارات الاحترام اسمع عبارات احترامي انا اما الا كنا مجموعين قالوا نو نو سونتيمون ديستينغي عبارات احترامينا دونك سي دون لاتون دون ريبونس فافورابل في انتظار رد ايجابي فوي اغري تقبلوا سيدي سيدتي الا كان مدير مسيو لو ديريكتور كانت مديره مدام لا ديريكتريس تقبلوا ماذا فائقه عبارات الاحترام والتقدير ليكسبريسيون دو مي الا كنت انا اللي كنتكلم مي سنتيمون الا كنا حنا جماعه كنتكلموا النادي نو سنتيمون ديستان ديز كاين بزاف لي زيكسبرسيون انا عطيتكم فقط هاد جوج كوبي كولي الفو لي زابروندر بار كور خاصكم تحفظوا بار كور كنلقاهم دون توت لي دوموند دون توت لي لتر ادمينستراتيف طلب الاذن طلب العمل طلب كتشكر شي واحد الشكايه طلب ستاج بغيت ندير شي ستاج طلب الانتقال طلب تسجيل طلب معلومات هذيك هاد الفقره الاخيره كوبي كولي كتعاود وحتى الاولى جي لونور دو يشرفوني جي لونور دابا غنعطيكم بعض دي زيكزامبل ديال لي زوبجيكتيف اهداف ديال الحدث اللي غادي تنظم اهداف اللي غالبا كتعاود ها ف لي زوبجيكتيف فريكون كنقول مثلا بغيت ننظم واحد
مثلا بغيت نقدم واحد العرض، بغيت ندير واحد النقاش، بغيت نستقبل واحد الدكتور، بغيت ندير واحد الحمله، كنقولوا سونسيبيليزي لي جون او توعيه الشباب باخطار كذا، سونسيبيليزي لي جون باخطار السيجاره او دونجي دو لا سيجاريت الا كان نادي الصحي، او دونجي دو كوفيد 19، اختار كوفيد كورونا فيروس، اختار تلوث، اختار الزبال، اختار الانحراف، انت كتختار داك الموضوع. او سونسيبيليزي لي زيليف على امبورطونس دو توعيه التلاميذ باهميه كذا، اهميه الصحه، اهميه النظافه، اهميه التعليم، اهميه جارديناج، اهميه انت كتختار داك الشيء، اهميه الرياضه، اهميه الانشطه الموازيه، انت كتختار. لور مونتري، نبين لهم، نبرز للتلاميذ محاسن فضائل شي حاجه، نقاط ايجابيه، لي زافونتاج، ايجابيات مثلا الرياضه، ايجابيات التعليم، ايجابيات مثلا شنقولوا الانشطه الرياضيه، وي او بيان انكوراجي لي جون، تشجيع الشباب على كذا مثلا الرياضه، انكوراجي لي جون ا براتيكي لو سبور، ممارسه الرياضه. ملي غنديروا مثلا واحد العرض على كورونا فيروس، تشجيع الشباب على الحفاظ على الصحه، انكوراجي لي جون à garder bien préserver leur santé. Ou تشجيع العمل، العمل الفريق، ملي غنخدموا نخدموا favoriser le travail d'équipe، l'esprit d'équipe، يعني تشجيع عمل روح الفريق، نعملوا جماعات، جماعات. دابا مثلا الموضوع اللي غيعطيك، قالك مثلا في اطار محاربه كورونا فيروس، النادي الصحي يود تنظيم نقاش حول هذا الوباء، اكتب رسالة ستوجهها إلى مدير الإعدادية لتطلب منه الإذن باستعمال القاعة الكبيرة. دون لو كادر دو لا لوت كونتر كورونا فيروس، في إطار محاربة كورونا فيروس. هاد الجملة نقدر نديرها في البداية إلا بغيت نجيب النقاط بزاف، أما أو غنمشي مباشرة للموضوع، ندخل في صلب الموضوع. نادي، أنا قالك نادي الصحي، يعني شكون غيتكلم؟ غدير كلوب دو سونتي، غنديرو نو يعني حنا، او انت هو ممثل النادي، غدير جو، غدير ابراهيم عالمي كلوب دو سونتي، العنوان ديال الكوليج ديالك، ملي غتكلم بسميتك انت، انت هو الممثل، او غتكلموا جماعه، النادي الصحي يشرفونا ان نطلب منكم. دونك يود تنظيم ماذا؟ تنظيم نقاش حول ماذا؟ حول هذا الوباء. ستكتب ماذا؟ رساله طلب اذن الى من؟ الى سيد المدير، لتطلب ماذا؟ القاعه. هادو كتسموا كلمات مفاتيح، كلمات، شنو هما الكلمات المفاتيح؟ نادي صحي، نقاش، رساله طلب اذن الى من؟ الى السيد المدير، طلب ماذا؟ طلب استعمال القاعه الكبيره. هنا ما عطاكش الهدف، الهدف هو محاربه كورونا فيروس، ولكن انت ملي غتكتب غتزيدني اهداف اخرى. علاش تبغي دير هذا الحدث؟ توعيه الشباب باخطار كورونا، كنبينوا لهم بحالاش نحاربوا هاد الكورونا، هذا بحالاش نلبسوا الماسك، شنو هما لي مويان بوغ ايفيتي كورونا فيروس، نبينوا الاخطار ديالو، بينوا الاخطار. دابا نعطيك واحد اكزامبل ديال لا لتر، اقصر ما يمكن، اقصر ما يمكن في لا لتر، اكثر ما ندخلوش لي ديتاي، نمشوا الى المهم، الى المهم. اما قلت الا بغيت تجيب النقاط بزاف، اش كدير؟ كتزيد ديك في اطار الانشطه الثقافيه، في اطار محاربه كذا وكذا، في الفقره الثانيه ستجدون سيد المدير رفقته لائحة كذا، هذا فقط زايدين، هذا فاكولتاتيف. في الأخير أنا راه هنا إشارتكم إذا أردتم، لا احتاجتي شي سؤال أو كذا وكذا. دابا قلنا غادي نشوفوا واحد لا لتر كورت، يعني موديل تخي تخي كور، يكفيني نحفظ فقط هاد لي زيكسبرسيون بو إكخيغ أون لتر ونجيب لا نوت ديال لا موين ديالي. بيان، نعطيكم مثال، غنبداو إكزومبل طانطان لو 30 ديسمبر 2020، المكان وتاريخ اليوم، شكون هو هاد النادي اللي منظم؟ كلوب دو سونتي كوليج سلام طنطان، نادي الصحي إعدادية سلام طنطان. إلى من؟ أمسيو لو ديريكتور كوليج سلام، مسيو لو ديريكتور إلا كانت مديرة، مدام لا ديريكتريس، مدام لا ديريكتريس. دونك غادي نبداو باغ لا بريزونت، ديما بداو بليا بهاد الإكسبرسيون باغ لا بريزونت، يعني كتكون الرسالة باغ لا بريزونت، نو زافون لونور دو سوليسيتي دو فوتر أوتوريزاسيون دوتيليزي لا غروند سال. باغ لا بريزونت نو زافون، شكتعوضها نو؟
يعني حنا النادي الصحي نوزافو يسعدونا يشرفونا. الا كنت انت غتكتب بوحدك تقول جي لونور ان نطلب منكم الاذن ديتيليزي لا غران سال. علاش هاد لا غران سال؟ علاش بغيتي هاد لا غران سال؟ بور اورغانيزي ان ديبا فيزون ا سنسيبيليزي لي جون او دانجي دو كوفيد 19 باش ننظموا واحد النقاش يهدف الى توعيه التلاميذ باخطار كوفيد 19 ونبين لهم كيف يحاربونه. Cet événement aura lieu le 10 janvier. فقرة الثانية كنكتب فين تنظم هذا الحدث والمكان والزمان أو الزمان والمكان. هذا الحدث سينظم يومه العاشر يناير 2020 ابتداء من الساعة العاشرة أو آخر فقرة هي اللي سهلة. في انتظار رد إيجابي تقبلوا فائق الاحترام والتقدير سينياتور كلوب دو سانتي. كلوب دو سانتي بيان. دابا نعطيكم مثلا النادي الرياضي. النادي الرياضي بغى ينظم واحد البطولة بين الأقسام. واحد البطولة غدوم شهرين مثلا غنلعبوا الجمعة والسبت والحد. غنلعبوا الجمعة والسبت والحد. دونك شنو تكتب الفوق اليوم طانطان لو 30 ديسمبر 2020 كلوب سبورتيف كلوب دو سبور نادي الرياضة أو تكتب سميتك وكنيتك انت هو اش غنقولوا انت هو النائب كتمثلهم كوليج سلام طانطان امسيو لو ديريكتور دو كوليج سلام مسيو لو ديريكتور سيد المدير نفس الشيء نفس الجمل كيتعاودوا كوبي كولي بار لا بريزونت نو زافون لونور دو سوليسيتي فوتر اوتوريزاسيون ديتيليزي اش اش بغيت تستعمل انت بغيت تلعب الرياضه غنستعملوا التيرانات وغنستعملوا الفيستيرات ديتيليزي لي تيران اي لي فيستير علاش بور اورغانيزي اون كومبيتيسيون انتر كلاس غنظموا واحد البطوله بين الاقسام او بين الاعداديات انتر ايتابليسمون واحد البطوله في الاخر غيتوج البال لي جون دو شنو هو الهدف تحسيس التلاميذ بأهمية ممارسة الرياضة. visant à sensibiliser les jeunes quoi à l'importance du sport à l'importance du sport sur la santé أهمية الرياضة على الصحة et de leur montrer comment avoir un une bonne santé بحالاش تعيش مزيان comment vivre bien. donc هذا الحدث سينظم يوم كذا في انتظار تقبلوا فائق الاحترام والتقدير نادي الرياضي نادي رياضي. نعطيكم ديرني اكزومبل مثلا السوجي قال لك النادي البيئي قرر تنظيم حمله نيتواياج ينقي الكوليج من دوك الازبال اللي فيه او حمله جارديناج يعاود يزرعوا شي اشجار او حمله اغوزاج سقي نفس الشيء اش غنكتبوا طانطان لو 30 ديسمبر 2020 كلوب انفيرونمون النادي البيئي كوليج سلام طانطان امسيو لو ديريكتور كوليج سلام مسيو لو ديريكتور بار لا بريزونت J'ai l'honneur, لكن تتكلم على راسي انا هو الممثل او nous avons l'honneur. Nous avons l'honneur de solliciter votre autorisation quoi? Autorisation d'organiser une campagne de nettoyage. نظم واحد الحمله ديال التنقيه. Nettoyage de la cour du collège. صحة المؤسسة. Point. هذا الحدث cet événement vise يهدف الى كذا الى توعية الشباب بأهمية النظافة والاسباس فير والاماكن الفضاء الاخضر فضاء اخضر. هذا الحدث سينظم سيت ايفينمون اورا ليو لو ديمونش يعني الحدث غنظموه نهار الاحد وغتلقاو مثلا لائحه كذا وكذا المشاركين اساتذه وتلاميذ. دونك سيت ايفينمون اورا ليو لو 10 جانفي 2020 ا بارتير دو 10 دونك لو ديمونش لو ديمونش الجمله الاخيره كتعاود اون اتوندون فوتر ريبونس فوي اغري مسيو لو ديريكتور nos sentiments distingués bien mes sentiments distingués club environnement club environnement. donc il a هنا كاين تاي الفيديو ديالنا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. donc c'est très facile اعتمد على راسي نحفظ هذا الشيء c'est pas la peine de compter sur les autres ولا تمشي على الاخر.